أصدر حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية أمره السامي بصرف كسوة عيد الأضحى المبارك لجميع الأرامل والأيتام المسجلين لدى المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. وكلف جلالته المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية برئاسة سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثلي جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بأن تتولى مهمة الإشراف على صرف المكرمة لجميع المستفيدين. بهذه المناسبة رفع سمو الشيخ ناصر بن حمد أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه على هذه المكرمة الكريمة من جلالته، مثمنا سموه الرعاية الملكية والاهتمام الأبوي الكبير والمتواصل الذي يوليه جلالته لأسر المؤسسة الملكية وحرص جلالته على مشاركتهم فرحة الأعياد، إلى جانب توجيهات جلالته المستمرة بتوفير كافة أشكال الرعاية المتميزة للأسر بما يضمن للجميع حياة كريمة ومستقرة، سائلا المولى عز وجل أن يبارك في جلالته وأن يجزيه على ذلك خير الجزاء. وبمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك رفع سموه خالص التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك المعظم وإلى سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وإلى شعب البحرين والأمتين العربية والإسلامية، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ جلالته ويمن عليه بدوام الصحة والعافية وأن يحفظ البحرين وأهلها بكل خير.